مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. وما زلنا ومستمرين في الوصفات الصيامي. تعالوا اوريكم ازاي النهاردة تعملوا كيكة، مش اي كيكة، يعني انا مش عايزة اقول كده كيكة خطيرة، بس عايزة اقول لكم ان الكيكة دي صيامي، يعني ولا فيها بيض ولا فيها لبن ولا فيها سمنة ولا فيها زبدة، وطالعة بالنتيجة الممتازة دي. عايزة اوريكم شكل الكيك من جوه قد ايه، فاتح هش عالي قوي كده، شايفين عالية ازاي الكيكة، شايفين لونها ذهبي ازاي من بره. كمان ممكن تعملوا منها كب كيك، وممكن تعملوا منها كيك المخابز، ممكن تعملوا منها كيك النايتي، ممكن تعملوا منها تورتة، ممكن تعملوا منها سبونج. يعني هي شوية مقادير كده هنحطها، هتطلع حاجة عظمة من الآخر. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ولايك للفيديو وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة انا جبتها، او اول مقادير بتاعتنا بالشكل ده، انا جبت نص كوباية من السكر البودرة. لو انتوا حاسين ان نص كوباية قليلة ممكن تحط كوباية الا ربع، بس يعني انا بحبش كيكة محلونة قوي. وحطيت عليها نص كوباية من السكر، وحطيت عليها ربع كوباية من الزيت، وضربتهم كويس جدا جدا. مقللة شوية في المقادير لان القالب اللي انا مستخدماه قالب صغير، اللي هو اصغر قالب في الطقم. فانتوا لو هتعملوا في صينية كبيرة يبقى هتبقى المقادير بتاعتكم عبارة عن 3/4 كوباية سكر ونص كوباية من الزيت، يعني فتلاحظوا بقى فرق الصينية يعني. وهتجيبوا اي فاكهة عندكم، ما انا بما ان موسم المانجا يعني، فحبيت ان انا اعملها بطعم المانجا النهاردة. جبت كوباية عصير مانجا، اختاروا دايما المانجا، يعني المانجا اللي تتعمل عصير عشان تاخدوا منها اكبر كمية الياف. طبعا المية اللي بتعملوا منها العصير ما تكونش ابدا ابدا مية ساقعة، تكون مية عادية جدا، ولا دافية ولا سخنة ولا اي حاجة، مية من تحت الحنفية. العصير بتعمل بالقشر بتاعه، ما بنشيلش منه القشر ومش بنصفيه، علشان يطلع معانا الطعم والنكهة بتاعت الفاكهة قوية جدا. وممكن نستغنى خالص عن المانجا ونعملها بأي عصير تاني، مفيش مشكلة. على طرف المعلقة، وياريت الكلام يبقى واضح كده، على طرف المعلقة، مش معلقة ولا نص معلقة، طرف المعلقة، بناخد يعني حبيبات صغيرة من الخميرة الفورية. بصوا، هي الفكرة فيها، او فكرة ان احنا بنحط خميرة فورية، ان هي بتنفش الكيكة، بتعلي، لكن هي مش بتأثر على الطعم، خصوصا ان احنا مش حاطين كمية كبيرة، 2 كوباية إلا ربع من الدقيق، منخولين كويس جدا جدا. ويفضل طبعا دي مخبوزات، لو مش متوفر ممكن نستخدم مثلا 2 كوباية إلا ربع، يبقى 1 كوباية دقيق مخبوزات و3/4 كوباية عادية. ونقلبهم كويس جدا، وما ننساش رشة فانيليا، وطبعا باكو من البيكنج باودر او الكيك شيف المتوفر عندنا. لو حسيتوا ان العجينة تقيلة معاكم ومش حابين تضيفوا عصير تاني، او حابين تعملوها من غير عصير، ده البديل بقى، تجيبوا 1 كوباية مية دافية، تحطوا عليها 2 معالق خل، وتحطوا عليها اي طعم عصير عندكم، وكده يبقى ده بديل العصير. يعني لو مش حابين تحطوا عصير، مش حابين تحطوا سيفن ولا ميريندا ولا الكلام ده خالص، ده البديل، 1 كوباية مية دافية عليها 2 معالق خل، و اي لون طق اي لون وطعم عصير عندكم تضيفوا منه، وكده يبقى الكيكه جاهزه ان انتوا تحطوها. بتجيبوا زي ما انتوا شايفين كده قالب، وبتبطنوه كويس بالزيت والدقيق كويس جدا جدا، وبعد كده بتصبوا الكيك، والكيك بيبقى تقريبا كده لنص القالب، النص التاني كله بيكون فاضي، لاني بندي فرصة كويسة للقالب انه يتملي من الكيك، ما يبقاش الكيك كده فارغ. طبعا طريقة الخبز مهمة جدا جدا. بنكون مسخنين الفرن قبل الشغل، وبنحطها، بنكون مسخنينها قبلها 10 دقايق، بنحط الكيكة في الرف الوسطاني، وبنسيب الكيكة لمدة 1/3 ساعة، مفتحش عليها الفرن ابدا. وبعد مرور 1/3 ساعة بنفتح على الكيكة، بنجربها بخلة اسنان، لو طلع ما فيش اي عجين بندي بس 10 دقايق، لا 10 دقايق كتير، بندي حوالي 5 دقايق تحت الشواية تاخد اللون الذهبي، بعد كده بنطفي الفرن فوق وتحت، وبنسيب الكيكة، وبعد كده بنطلعها بعد ما تبرد خالص.
نعمل دلوقتي صوص حلو كده ولذيذ نسقي بالكيكة. لو تلاحظوا ان انا حطيت نص كوباية سكر فهو ده البديل، يعني احنا بنسقي الكيكة بحاجة حلوة. بنجيب ربع كوباية من السكر ونبتدي ان احنا نرفعها على النار، وطبعا بتبقى نار هادية جدا، واول ما تتكرمل بحط عليها نص كوباية من المية وندوبهم كويس جدا جدا. وبعد كده بجيب ربع كوباية من المية الباردة ونحط عليها معلقة كبيرة من النشا ندوبها وننزل فيها بالصوص بعد ما قلبناه خالص بالشكل ده، ونفضل ان احنا نقلب فيه. لو الصوص ده فطاري كنت قلت لكم حطوا فيه لبن وكمان حطوا فيه زبدة، كان هيبقى غني جدا يعني زي صوص التوفي اللي بنشتريه من بره. بس بما ان احنا عاملينه صيام النهاردة فاحنا عملناه بالمية وسكر، هو مية وسكر ونشا بس بتطلع فعلا حاجة عظمة. عشان تزقوا الصوص، عشان تزقوا الكيكة بالصوص ده وتبقى الكيكة حلوة، في شروط. اولا يا الكيكة تبقى، المفروض ان الكيكة تهدى والصوص يكون سخن، يعني انا بطلع الكيكه خالص والصوص يكون دافي وبسقي بيها، ده الصح. لكن لو احنا مثلا عندنا الصوص بارد مجهزينه من فتره يبقى نطلع الكيكه سخنه ونسقي بيها الصوص. والافضل ان احنا قبل ما نسقي الصوص بالكيكه ان احنا نجيب خلة اسنان نخرم بيها الكيكه وبعدها نحط الصوص عشان تتشرب الكيكه من جوه. وكمان ما تنسوش ان انتوا تغطوها بعد ما تحطوا الصوص، لازم تغطوها كويس جدا عشان الصوص يتشرب جوه الكيكه، ما تقطعوهاش مباشرة بعد ما تسقي بالصوص لان بتكون طرية جدا، لازم تاخد وقت كده حلو علشان خاطر يعني تقدروا تتحكموا فيها. الصوص ده بديل بقى لموضوع الكريمة وموضوع الشوكولاتة وموضوع الحاجات الكتير اللي احنا بنسقي بيها الكيك. وكمان ممكن تعملوه بدل المية تعملوه بعصير الفاكهة، يعني ممكن بدل ما احنا دوبنا السكر في مية ممكن ندوبه في عصير المانجا، ممكن نعمل عصير المانجا اوريدي بديل للكراميل بنفس الطريقة، عصير مانجا ونسخنه وبعد كده نحط عليه النشا بمية ويبقى تقيل ويبقى عندنا صوص مانجا. فيعني براحتكم، يعني انا عاملة دية بصوص المانجا هوريكم بس شكلها من جوه، شايفين هوريكم بقى قطع صوص المانجا لما نزلت بقى في الكيكة، حاجة حلوة جدا جدا. أتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. ما تنسوش تتابعوا بقى الوصفات الصيامي الفترة اللي جاية، وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، والاعلانات على قناتي هسيب لكم رقم التليفون والرابط بتاع صفحة الاعلانات في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوا فيها باقي الوصفات الصيامي بالمقادير واللينكات. تحياتي لكم بألف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير ورحمة.